ما احنا اخذنا الحروف واليوم راح ناخذ حرف جديد اسمه سين صوت اسمه شنو سين صوت اسمه سين صوت احسنتوا راح اتعرف على اشكاله اس اوليه تجي اول الكلمه اس وسطيه تجي وسط الكلمه اس اخريه متصله واس اخريه منفصله تمام راح اجي اسوي مقطع قصير شو اسوي مقطع قصير شضيف علي هي الحركات القصيره اللي هي فتحه ضمه كسره تمام س يصير عندنا مقطع طويل يصير عندنا مقطع طويل س ا س ا س ا س احسنتم درسنا اليوم فراس وانيس شو اسمه درسنا اليوم فراس وانيس شو اسمه درسنا اليوم فراس وانيس يلا راح اقرا الدرس وانتم تقرؤون وراي تمام حبيباتي تمام يلا في را في را صون في را صون و و اني اني صون اني صون و و مي اي مي سو مي سو نو مي سو نو في را في را صون في را صون د ر يا سو يا سو مو يا سو مو راح نقرأ سلام في البستان تمام تمام حبايبي تمام يلا هسه مين يقرأ لي الدرس يلا يا جمان وتعرفنا على الحرف وأشكاله تمام يا حلوين تمام شكراً.